أربعة شارع شريف. الله الله على الصناعة المصرية وجمال الصناعة المصرية. ومبسوط كمان قوي لما يبقى عندنا شباب في مصر، شباب، ما بقول شباب يعني بنات ورجال، وعاملين حاجة حلوة، وعاملين حاجة حلوة لو رجعنا لأصلها هنلاقي أصلها يرجع للحضارة المصرية القديمة. يمكن من أوائل الناس في العالم اللي استخدموا الفخار كأواني، كانوا بياكلوا فيه، كانوا بيخزنوا فيه الغلال، كانوا حتى في أثناء التحنيط كانوا بيحطوا فيه الأعضاء اللي جوه الجسد، الفخار بأشكال مختلفة. فالواحد بيتبسط لما بيلاقي أجيال وأجيال ومئات السنين وألوفات السنين عدت، ولاقي أحفاد المصريين القدماء بيرجعوا تاني، لأن خلال الفترة اللي فاتت هقول بيرجعوا تاني الصناعة دي بكواليتي عالية قوي أو بجودة عالية قوي. مش هقول عليها هننافس العالم، لأن إحنا أصلاً اللي بدأناها، فهقول علينا بس بنرجع للرياده فيها مره تانية. معانا النهارده ديزاينر شابه، هي ديزاينر ومصنعه، مصممه ومصنعه، عامل حاجات حلوه قوي. زي ما قلت لكم في الانترو، اول ما شفت الحاجات قلت الحاجات دي ايه الجمال ده، عايز اشوف الحاجات دي عندي واعمل لها دعايه، بما ان المنتج مصري وديزاينر مصري بقى تستحق ان احنا نعمل لها دعايه مجانيه عندنا هنا في 4 شارع شريف. ومره تانية خلونا نرحب باستاذه عائشه الوقاد، باش مهندسة عائشة الوقاد، مؤسسة مشروع عشية لمنتجات الفخار. أصلا جعان ونفسي أتعشى الفجرية. طيب شفت أنا جايبة لك إيه؟ ده يفتح النفس، ده بص الطبق شكلها يفتح النفس على كده، خلاص مش محتاجة أكل. عشية قوليها تاني. عشية جاية من عشاء. عشاء. طيب أنا عايز أعرف أنت دارسة إيه؟ هندسة عمارة، أركيتكتشر من أكاديمية. درست أركيتكتشر واشتغلت انتيرير ديزاينر وأركيتكتشر لمدة 3 سنين. انتيرير ديزاينر اللي هي مصممة تصميمات داخلية للمنازل. بالظبط. بس ما كنتش مبسوطة خالص خالص، حتى في الجامعة ما كنتش مبسوطة، وكنت عايزة أخش في حاجة أكتر كبرودكتس. فقررت إن أنا عامة طول عمري بحب الأطباق جدا، من وأنا صغيرة بهتم قوي بالصيني، بالنسبه لي حاجه فعلا بتبسطني. وساعتها ما ابتديت افكر في ان انا ايه ده، طب ما واي نوت ان انا اعمل حاجه فعلا ليها علاقه بالموضوع ده. صحابي كانوا ابتدوا يتجوزوا، وكان الكومنت اللي دايما بسمعه، مش عارفه دي كانت صدفه ولا ايه، انه كله بيقول انه مش لاقي حاجه يجيبها صيني فعلا حلوه. الحاجه يا اما بتبقى غاليه جدا وكلاسيك. بالظبط، وغاليه قوي، يا اما الحاجات البيسك اللي هي عاديه جدا ما فيهاش اي فن. فحسيت ان في فعلا ماركت جاب في مصر في الموضوع ده، فقلت يعني طب واي نوت ان انا فعلا اعمل براند. بالظبط. بقالك قد ايه قلت لي؟ بقالي سنتين ونص، داخله على سنتين ونص. في الاول ما ابتديت كنت في مخي ان انا عايزه اعمل حاجات فخار مش بورسلان، عشان احنا في مصر ما فيش غير يا اما فخار يا اما بورسلان. ده فخار. بالظبط، كله فخار. وزي ما انت الانترودكشن بتاعتك بالظبط، ان احنا فعلا في مصر الفخار دي صناعه عريقه قديمه، بنستعملها من زمان، وكنت عايزه بقى اريفايف الصناعه دي تاني وتعيدي احيائها. بالظبط، بطريقه مودرن. مترجم، انا مذيع ومترجم معاها. بطريقه مودرن. بس فابتديت افكر في الموضوع. في الاول طبعا الموضوع كان مش سهل خالص، الموضوع كان ابتديت انزل بقى الورش، وابتدي بقى ان انا اتعرف على المصنعين. في
في الاول كنت فاكره بقى قالوا لي ده بيت بقى اوري لهم الانسبريشنال بيكتشرز بتاعتي والسكتشز وكالر باليتس والحاجات دي. لا بالعكس، قالوا لي ده سهل جدا ويا باشمهندسه كل حاجه في اسبوع هتلاقي حاجه جاهزه. قلت ايه ده، طب ما الموضوع سهل اهو، ويعني الناس بقى معقدين الدنيا ليه؟ لقيتي ايه؟ لقيت كارثه. ما حد يعني في الاول فعلا اتصدمت، هقول لك حاجات تانية خالص مش يعني مش لاقيه، مش عارفه اوصل لهم الفكره. ما اعرفش بقى دي كانت غلطتي ولا كانت ايه، بس ما كناش في الاول عارفين نتلاقى، مش عارفه اوصل فكرتي ليهم. فانا برضو فكره الفخار بالنسبه لي ان انا كنت عايزه اعمل حاجه هاند ميد بالنسبه لي. يعني انت لو خدت بالك هو كل طبق غير التاني يعني بيخلي الحاجه وعشوائي يونيك شويه بالظبط. فانا كنت عايزه اخلي الموضوع ان الاطباق يونيك، وفي نفس الوقت هو كل طبق شبه بعض وعندهم نفس الروح، نفس اللون ونفس الروح، بس حتى مش نفس اللون، في يعني ديجرادي شويه في عشان الألوان. بيبقى طيب. على حسب. واحنا بنتكلم معلش هستاذنك بس تنزلنا بقى فيسبوك وانستجرام كتير، يعني انا عايز اعملها دعايه، عايز تبيع وتصدر وحاجات كده، فيسبوك بقى وانستجرام والكلام ده. حاجتك بس مش تنفع للبيوت، حاجتك كمان ممكن فنادق، نايل كروزز، اماكن كافيهات. ان شاء الله بعد الحظر الحاجات دي ترجع تشتغل تاني، وهنشتغل زي الفل باذن الله. فتجيبوا من الحاجات دي تحطوها هتبقى حلوه جدا جدا جدا. طب انا هستاذنك هنتفرج بقى على الحاجه مع بعض. هنبتدي بالترابيزه اللي هنا، الترابيزه دي عليها ايه؟ احكي لي كده، خليكي قاعده. هنا ده اللون الروز، وانا اول مره اشوف بورسلان لونه روز، روز بونبون كمان. واضح انت بتحبي اللون ده. انا بحب اللون ده جدا. البنطلون بتاعك انا اوكي. ده بقى طبق سلطه، طبق شوربه، يتعمل يتحط فيه حاجات كتير. بالظبط. اوكي. انا عايزه اقول حاجه بس، انا اول ما ابتديت كنت بعمل الاطباق اللي هي العاديه، اللي هي الساتس العاديه، اللي هو الطبق الكبير اللي هو بناكل فيه، والطبق المتوسط بتاع الديزرت، والسوب اللي هو بيتباع كده طقم ده بالظبط اهو. بصوا يعني هي بدايتها كانت طقم زي ده كده اهو بالظبط، اللي هو كده اهو، الثلاثه دول اهو، اللي هو الطبق الكبير والطبق الاصغر، وعليهم طبق الشوربه بالظبط او السلطه بالظبط. وبعدين بعدين اول مره نزلته لقيت ناس كتيره قوي عايزه سيرفيس كبيره، وخصوصا الناس اللي اشترت اوريدي من اطباقي عايزه بقى تكمل بقيه الطقم. وخلي بالك ان ممكن يبقى عندهم اصلا حاجات كلاسيك قديمه بالزبط. يطقموا معاها الحاجات بالزبط. دي، لان ممكن السيرفيس الكبيره بتستخدم كتير فممكن تتكسر بالظبط، فرحتي عامله بقى الحاجات الكبيره بالظبط. كنت قلت لي كنت غرفت فيها الفخده والروح. طيب هنا بقى انت عامله البولات الكبيره دي، دي برضو الفروت سلاد، للطبق فاكهه، سلطه، هتبقى لطيفه جدا. وانت عامله هنا برضو دولت مع بعض، الطبق ده اكنه صينيه او طبق، ممكن مع بعض وممكن يعني دول بقى بصي لونهم يجنن، عاجبني لون ال في الصدف، الصدف بالزبط. الصدف او واللولي. طبعا اللي عمل لك الالوان دي مبدع، بصوا هي كل حاجتها عامله عليها اللوجو بتاعها، اللي عمل لك اللون ده مبدع. وهنا عامله انت بصوا هنا بصوا اتجنن ازاي، اكنه صدف بالوان الطيف اللي في الصدف، وحوالينها زي زيق كده ذهبي. هو ده بست سيلر يعني طبعا. الناس بتنبهر، وانا الحمد لله في الاخر يعني اتوفقت ان انا الناس اللي شغالين لي في الحاجه من فنون تطبيقيه فهموا بقى انت عايزه ايه بالظبط. الحمد لله. طيب هنروح للترابيزه اللي هنا. الترابيزه اللي هنا عليها حاجتين، انت عامله الحاجات اللي بتلمع والحاجات المط بالظبط. طيب هكمل كلامنا على الحاجات اللي بتلمع. هنا بقى ده اللون الثاني، اللون الاخضر. وهنا عايز اقول لكم حاجه كمان، هي ميزه الحاجات اللي هي عاملاها ان ممكن تبقى ديكور في البيت، يعني في الليفينج روم او لو سفره مودرن او كده، ممكن الحاجات دي ما تبقاش محطوطه جوه البوفيه، هنبقى حاطينها بره هيبقى شكلها حلو بالزبط. يعني عامله بتكمل ديكور مش كده؟ اوكي. هنا بقى الطقم اللي هو مط مش بيلمع، انا كده حطيته صح. يتحط في النص؟ لا لازم يتحط في النص اهو. كنت هوقعه. فداك يا شريف. هنا بقى في الطقم ده، ده زي ما انتم شايفين ما بيلمعش، ده مات شويه، اوكي؟ مرمل كده. حلو قوي قوي قوي. ده ست. وهنا برضو بصوا الالوان، يعني ممكن يبقى الاخضر مع الابيض مع درجه ثانيه من الاخضر، تحفه.
ده الكلاسيكي شويه. بالظبط. ده في برضه ناس كلاسيكيين وبيفرشوا كلاسيك ده مع سفره كلاسيك، انا بشوف انه هيبقى حلو قوي. ده للناس اللي هي عايزه بدل الطقم الصيني فعلا بتاع زمان. بالظبط. يعني في مودرن تويست. وانت بقى هنا عامله كل الاحياء، ده حلو قوي برضه. ده سيرفيس. سيرفيس برضو. اوكي. وده ناتس، سلطات، شوربه، كل حاجه. بالزبط. هينفع كل حاجه. الحاجات بصراحه حلوه قوي. نزلوا لنا على فيسبوك وانستجرام مره ثانيه. احكي لي الاسم اللي انا اتلخبطت فيه ده جاي من ايه؟ انا قعدت شهر مثلا بدرس القاموس العربي الانجليزي، عشان انا في الاول يعني انا كنت عايزه اسم عربي، عشان انا ناويه ان شاء الله اما ابتدي اصدر عايزه انه لا الاسم يتعرف ان انا من مصر وحاجه عربيه. فالاسم جه عشيه معناها عشاء، وبالصدفه ان هو شبه اسمي، فعشان كده برضو الموضوع عجبني عشيه. طيب عشيه بقى الحاجات دي عنزيز نصدرها، نعمل لك ايه ونساعدك ازاي؟ والله يعني ده انا نفسي، انا طلعت مره فعلا نيويورك ديزاين ويك مع كرييتيف ايجيبت، وبوجه لهم الف سلام وتحيه كرييتيف ايجيبت، الناس المحترمه قوي. لا الصراحه يعني هم فعلا عملوا معانا مجهود جامد قوي. ده من خلال وزاره الصناعه والتجاره، مش بالظبط؟ اوكي. تحديث الصناعه. تحديث الصناعه. بالزبط. مركز تحديث مركز الصناعه. مركز. بالظبط. طلعنا السنه اللي فاتت، طلعونا يعني كانت اكسبيرينس حلوه، كانت بالنسبه لي اول مره اطلع الحاجه بره مصر، ففعلا اتعلمت. بس الموضوع مش سهل. مش سهل خالص. ان شاء الله في القريب العاجل هيبقى سهل ان شاء الله. وانت النهارده شرفتيني، نورتيني الكولكشن، وانت طيبه. ميرسي. وكل ما يبقى في حاجات جديده كلمينا وتعالي على طول. خلاص. الشارع شارعك، نحب نشوفك. ميرسي. شكرا خاص جدا للباشمهندسه عائشه الوقاد على وجودها معانا النهارده، مشروع عشيه للمنتجات الفخار. يا رب تكونوا اتبسطتوا من منتجاتها وشفتوا حاجه جديده. هنسمع دلوقتي اغنيه واحنا بنستعرض كده المنتجات، نسمعكم اغنيه وبعد كده نرجع لكم مع فاشن شو مع ساره العدوي. خليكم معانا لو سمحتوا. مزيكا. أربعة شلاشين.